من هو جاريد كوشنر؟ جاريد كوشنر هو مستثمر ورجل أعمال أمريكي معروف وأحد أكبر مستشاري الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. عمل سابقا في مجال العقارات، فهو نجل تاجر العقارات الأمريكي الشهير تشارلز كوشنر، مالك مجموعة شركات كوشنر. تولى جاريد كوشنر في أوائل العشرينيات من عمره أعمال والده، والذي سجن لمدة عامين، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ميديا أوبسيرفر الناشرة لصحيفة ذا نيويورك أوبسيرفر. وبعد نجاح عمله في مجال النشر، شارك في تأسيس المنصة العقارية كادر على شبكة الإنترنت. قاد الحملة الإعلامية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو أيضا زوج ابنته إيفانكا ترامب، حيث استخدم أفضل التكنولوجيا للحملة السياسية. وإلى جانب نجاحه في تشغيل الاستراتيجية الإعلامية لترامب، أصبح جاريد كوشنر أيضا مستشارا كبيرا في البيت الأبيض في 19 من جونفي 2017. تعرف على السيرة الذاتية، الإنجازات، وكل المعلومات التي تحتاجها عن جاريد كوشنر معنا. ولد جاريد كوشنر في 10 من يناير سنة 1981 في ليفينغستون بولاية نيوجيرسي لوالديه سيريل وتشارلز كوشنر، حيث كان والده يعمل مطورا عقاريا وكان يمتلك شركة كوشنر العقارية. لدى جاريد أخ صغير اسمه جوشوا وأختان اسمهما نيكول ودارا. وينتمي جاريد إلى عائلة يهودية تقليدية حديثة، وقد التحق بمدرسة تدعى مدرسة فريش. التحق بجامعة هارفارد سنة 1999 ودرس الفنون هناك، وتخرج منها سنة 2003. وبعد تخرجه التحق جاريد بجامعة نيويورك في سنة 2007، تخرج منها مع درجة الماجستير في إدارة الأعمال. بدأ حياته العملية كمتدرب في مكتب روبرت مورجنتاو الذي كان يعمل كمحامي مقاطعة في مانهاتن، كما عمل أيضا في بول ويس ريفكند ووارتون اند جاريسون ال ال بي. أثناء وجوده في الكلية، عمل جاريد كوشنر بشراء وبيع العقارات في سومرفيل ماساتشوستس بصفته نائبا لرئيس قسم سومرفيل بيلدينج أسوسيشن في شركة والده. في سنة 2006، حتى قبل أن يكمل دراسته الجامعية، اشترى جاريد كوشنر صحيفة ذا نيويورك أوبسيرفر، وهي صحيفة أسبوعية في مدينة نيويورك مقابل 10 ملايين دولار. وهكذا استخدم المال من الربح الذي حققه عن طريق بيع الأراضي عن طريق عمله في الكلية. بعد دخوله مجال النشر، نشر The Approviser على نمط الصحف التابلويدية الذي يصل قياسها إلى نصف قياس الصحيفة الكاملة، وأدى تواجد الصحيفة على الإنترنت إلى توليد الكثير من الحركة. ومع ذلك، كانت علاقته غير جيدة مع رئيس التحرير بيتر دبليو كابلان ذلك الوقت. ربما يعود ذلك لعدم خبرته في مجال الصحافة، حيث أدت بعض الاختلافات إلى استقالة بيتر من منصبه. واجه جاريد كوشنر صعوبات في العثور على محرر دائم جديد، حيث وجد في النهاية إليزابيث سبايرز، وذلك في سنة 2011، لكنها استقالت بعد عام فقط. عين كين كورسن رئيسا جديدا للتحرير بعدها. وقد لوحظ بأن الصحيفة فقدت الكثير من شعبيتها في عهد كوشنر، لكن ومع ذلك فقد حققت الكثير من الأرباح خلال ذلك الوقت. في سنة 2008، استلم جاريد كوشنر شركات والده بعد اعتقاله وسجنه بتهمة التزوير الضريبي والتلاعب في الشهود والتبرعات غير المشروعة. وتصدر جاريد كوشنر عناوين الصحف عندما اشترى مبنى مكاتبه بمانهاتن مقابل مبلغ قياسي قدره 1.8 مليار دولار. وأصبح بعد ذلك بفترة الرئيس التنفيذي للشركة، حيث استلم مهامه وهو مستعد استعدادا كاملا لإدارتها وللتعامل مع ديونها. بعد عرض قسم من المبنى للبيع إلى ستانلي شيرا مقابل 1 مليار دولار، أصبحت شركة فيرنادو رياليتي تراست شريكا بنسبة 50% في ملكية المبنى. ومن المثير للاهتمام أنه في ذلك الوقت خسرت شركته بالفعل أكثر من 90 مليون دولار. كان دائما على مقربة من والده، واستمر في البقاء كذلك حتى بعد سجنه، حيث أنه قال ذات مرة إنه أسقط فكرة أن يصبح محاميا بعد أن تم اعتقال والده لمدة عامين. استمر جاريد كوشنر في بناء الإمبراطورية التي بدأها والده سنة 1935،
وبحلول سنة 2014 استحوذ على أكثر من 11 ألف وحدة في نيويورك ونيوجيرسي وبالتيمور والمناطق المجاورة. على الرغم من كونه من مؤيدي الديمقراطيين، قرر كوشنر أن يقود حملات ترامب الرقمية والإعلامية والاجتماعية، فقد أحضر أفضل الأشخاص لتشغيل مشروع ألامو. في سنة 2017 بعد فوز ترامب، اختير كوشنر مستشارا له، حيث دعا تعيينه إلى جدال آخر شكك في قيام ترامب بتعيين قريب له في مكتبه. استقال كوشنر من منصب ناشر ومطور عبقري للانضمام إلى إدارة ترامب، وأدى اليمين الدستورية في 22 من جانفي 2017، ومنح مسؤولية استئناف وتحسين العلاقات الأمريكية مع دول الشرق الأوسط. وفي مارس 2017 منح مسؤولية قيادة مكتب البيت الأبيض للتعاون الأمريكي، وهو ما يزال حتى اليوم مستشارا كبيرا للرئيس الأمريكي. تزوج كوشنر من إيفانكا ترامب ابنة الرئيس في 25 أكتوبر 2009، ولديهما 3 أطفال، ابنة تدعى أرابيلا روز كوشنر، واثنين من الأبناء اسمه جوزيف فريدريك كوشنر وتيودور جيمس كوشنر. أما من حيث ديانة جاريد كوشنر ومعتقداته وطائفته، فقد ولد لعائلة يهودية. وضع كوشنر في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في سنة 2017 في تصنيف أعدته مجلة تايم الأمريكية، وكان هذا العدد يحتوي مديحا له كتب من قبل هنري كيسنجر.